مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضية جديدة. صراحة قصة واش من قصة اللي غادي تسافر بينا لمدينة الخميسات لعند واحد البنت اللي تزوجت بواحد المواطن سعودي. القضية اللي النهاية ديالها صادمة وغير متوقعة. بلا ما نطول عليكم، القصة كتبدا من مدينة الخميسات فين كانت كتعيش واحد البنت اللي الاسم ديالها فاطمة، اللي كبرات وسط من عائلة فقيرة. الأب كان خدام غير على قد الحال، والأم ربات بيت. فاطمة عندها 5 الخواتات وهي الكبيرة فيهم. كتقول بأنهم واخا كانوا ما عندهمش وما فحالهمش كانوا عايشين مرتاحين، وباهم كان كيضل يخدم ويدمر باش يقدر أنه يصرف عليهم. كان كيتعامل معهم مزيان ومهلي فيهم بداكشي اللي قدر عليه. كل شي كان غادي مزيان، حتى لواحد النهار سمعوا شي حد كان كيدق في الباب. ملي فاطمة حلت الباب قالوا لهم بأن ملي كان غادي باهم للخدمة في البيكالا ديالو، شي واحد خرج فيه بالطوموبيل وهرب وما عرفوش شكون هو. ومن داك النهار حياتهم تبدلت 180 درجة، لأن أصلا باهم كان محجب أمهم وما كيخليهاش تخرج. ما كانتش كتلقى مع الناس، ما كتلقى مع جيران، ما كتعرف صحابات غير عائلتها وخوتها والدار صافي والكوزينة دير الجلابة والنقاب، حتى من الحمام كان هو اللي كيديها وكيجيبها. المهم من بعد ما توفى راجلها ما قدراتش انها تواجه المجتمع او انها تخرج تخدم باش تصرف على بنياتها، لان اصلا كيف ما قلت لكم مولفه غير الكوزينه والدار. هنا اللي قررت انها تضحي بنفسها وتدمر على عائلتها هي فاطمه، خصوصا انها كانت هي الكبيره في خوتها، وللاسف عائلتهم ما عاونوهم لا ماديا ولا معنويا. كل شيء تخلى عليهم في هاد الظروف، زائد ان باهم ما خلى لهم والو سوى ديك الدار اللي كانوا ساكنين فيها واللي كانوا كارينها من الثمانينات بواحد الثمن اللي كان رخيص. والوحيده اللي غتوقف معاهم وما غتفرجش فيهم هي السيده اللي كانت ساكنه معاهم في نفس العماره، جارتهم اللي فوق منهم مباشره. هاد الجاره ديالهم اقترحت على فاطمه انها تخدم مع واحد المراه من العائله ديالها اللي كانت كدير الميناج، يتعاونوا مع بعضياتهم وفي الاخير يقسموا هذيك البركه اللي دخلوها من الخدمه. وفعلا داكشي اللي كان، فاطمه كانت اصلا واحد البنت اللي حادقه وكتقن الخدمه ديالها وكانت فايقه تبارك الله، فما لقاتش مشكل مع هذيك السيده. وحتى الناس اللي كانت كتمشي عندهم كتعجبهم خدمتها، والفلوس اللي كانت كتاخذها هي باش كانت كتخلص الكرا والتقديه والمصاريف ديال الدار. واحد البركه اللي كانت قليله بزاف وما كانتش كافيهم، لان كاين اللي كيخلصهم مزيان كاين اللي كيعطيهم شويه، يعني كل واحد على حساب وجهه، وماشي الناس كلهم بحال بحال، وماشي كاع الناس اللي كيخدموا عندهم كاملين كانوا كيتعاملوا معاهم مزيان. هذا الشيء علاش فاطمه قررت انها تقلب على شي خدمه وحده اخرى وفي بلاصه اخرى. هنا الام ديال فاطمه قالت لها باللي راه كاينه واحد بنت خالتها اللي كتسكن في مدينه اكادير، اللي توفى لها الزوج ديالها وساكنه غير هي وبنتها بوحدهم، ميسورين ماديا بحكم ان راجلها كان ديجا خدام، وملي توفى بقى الصالير ديالو كيدوز ليهم، يعني ما كانوش مخصوصين نهائيا. المهم تواصلوا مع السيده اللي من العائله ديالهم واقترحوا عليها ان فاطمه تمشي عندها للدار وتسكن معاها وتقلب على خدمه في نفس الوقت. المهم طلبوا منها المساعده بحكم هذوك البنات اليتيمات اللي ما عندهم باهم ما عندهم اللي يصرف عليهم، وقالوا لها في المقابل هي تشقى لهم وتجمع لهم الدار وتطيب لهم وتتحمل المسؤوليه ديال الدار كامله. صافي السيده وافقت انها تستقبل فاطمه في دارها وعدتها انها تقلب لها على خدمه، وفعلا مشات عند واحد السيد اللي كان صاحب رجلها ملي كان في الحياه واللي كان خدام في واحد لوزين ديال اللحود. مشات عنده شرحات له الظروف ديال فاطمه وبانها باها توفى وخلى لها خواتاتها وهي المسؤوله عليهم، وفعلا تعاون معها وقف معها ودبر لها في واحد الخدمه اللي كان الصالير نوعا ما مزيان مقارنه مع داكشي اللي كانت كتاخذ في مدينه الخميسات. هي هذه كلها فاطمه الفلوس اللي صوراتها كتصيفطها للعائله ديالها، خصوصا انها كانت مهنيه من الكراء ومن المصروف ديال الدار، لان كانت ساكنه مع ديك السيده في اكادير وكان كيبقى لها غير باش تخلص المصاريف الشخصيه وصافي. واخا فاطمه كان صعيب لها انها تخدم في الدار عند هذيك السيده وفي نفس الوقت تخدم برا، ولكن ما كانش عندها بديل، زائد ان هذيك المراه كانت ظريفه معها وكتعامل معها بطريقه زوينه كتحسبها وحده منهم لانها فعلا من العائله ديالها. صافي هي هذيك الايام غاده وكل شيء مزيان، ولكن المشكل اللي كاين هو ان الام ديال فاطمه من بعد ما كدوز مده قليله في الشهر، يعني كتكون ديجا فاطمه صيفطات لها الفلوس،
كتعاود كتصل بها كتطلب منها انها تزيدها، مع العلم ان فاطمه كتخلي لراسها شي حاجه اللي قليله، ولكن الام ديالها كتقول لها زيدينا الفلوس راه ما بقاوش عندنا. هذا الشيء تكرر بزاف ديال المرات. فاطمه جاتها غريبه، لان ملي كانت عايشه معاهم وحتى ملي كان الاب ديالها كانوا عايشين بواحد الخلصه اللي قل من هذه. وفي نفس الوقت فاطمه كتواصل مع اختها اللي صغر منها وكتقولها بان الام ديالهم كتقرزز عليهم وما بقاتش مهليه فيهم كيف ما كانت، وكتخليهم بالجوع وما بقاتش مهليه فيهم نهائيا. وحتى ملي كيجيو يطلبوا من امهم الفلوس باش يشريو مثلا شي دفتر ولا شي حاجه اللي كتكون خاصهم على حسب المدرسه، ما كتبغيش تعطيهم الفلوس. فكيبقاو البنات يضطروا يمشيو عند هذيك الجاره ديالهم هي اللي كتعاون معاهم وكتعطيهم شويه ديال الفلوس. فاطمه ملي سمعت هاد الهضره ما عجبهاش الحال، وعرفت بان امها كتاخذ الفلوس وما كتهلاش في خوتها. كيفما كتقول فاطمه بان ماماها ما عمرها شدت الفلوس في يديها نهائيا، لا ملي كانت في دارهم وحتى ملي تزوجت باباهم، ما كانتش كتخرج لا تقدا ولا تسخر، وما كانش حتى شي حد كيعطيها الفلوس نهائيا الا اذا كانت غدا لشي عرس او غدا للحمام. يعني السيده هنا ملي شدات الفلوس بحال ما عرفتش اش وقع لها، ولات كتجمعهم ولا ما عرفتش، كتشد الفلوس وما بقاتش كتقدر انها تصرف او لا تخرج الفلوس، واللي عانت وتكرفصت معاها هي فاطمه. ولكن من بعد هذا الشيء اللي وقع ولات فاطمه كتصيفط لها واحد القياس ديال الفلوس وما بقاتش كتزيد عليها نهائيا، كانت متاكده بانها غير كتخبي الفلوس وما كتصرفش على خوتها. المهم بقات فاطمه خدامه وساكنه مع هذوك العائله اللي مشات عندهم، اللي ما شافت منهم غير الخير. حتى لواحد النهار كانوا خارجين كيتمشاو حدا البحر، هي وهذيك السيده وبنتها، وهو يوقف عليهم واحد السيد اللي اللهجه ديالو خليجيه، وسولهم على واحد الفندق اللي معروف في مدينه اكادير. فعلا نعتو له الطريق ومشى فحالو، ومن بعد مده قليله عاود رجع عندهم وطلب من فاطمه انها تعطيه النمره ديالها، وقال لها بانه معجب بها وباغي المعقول، مع العلم ان هذا السيد كان كبير في السن وكان في الخمسينات، وفاطمه في هذاك الوقت يلا عندها 18 سنه. فاطمه في الاول حشمت وما قدرتش انها تهضر معاه ولا تعطيه النمره ديالها، ولكن السيده اللي كانت معاها هذيك السيده اللي بنت خاله ماماها اللي ساكنه معاها هي اللي شجعتها وقنعتها انها تعطيه النمره، وفعلا عطاتو النمره ديالها وقال لها بلي غيتصل بها. فاطمه بقات كتسنى في المكالمه ديالو، خصوصا ملي قالت لها هذيك السيده بان الخليجيين تيكونوا لاباس عليهم وكيتهلاو في عيالاتهم. من بعد اسبوع تقريبا فاطمه توصلت بمكالمه من رقم مجهول اللي ماشي من المغرب، ملي جاوبات لقاتو بانه هذاك السيد نفس هذاك السيد اللي تلاقات به في حدا البحر في اكادير، واللي كان الاصل ديالو من السعوديه. بدات كتهضر معاه وقال لها بانه باغي يتعرف عليها، واذا تفاهموا مع بعضياتهم واتفقوا يجي تقدم لها عند الام ديالها بصفه رسميه. وفعلا داك الشيء اللي كان، ولو دائما كيهضروا في التليفون مع بعضياتهم. من بعد طلب منها انها تولي تمشي للسيبير باش تولي تهضر هي وياه في الكاميرا. بشويه بشويه حتى طورت العلاقه ديالهم ولقاو بانهم مفاهمين في بزاف ديال الحاجات، وفي الاخير فاطمه طلبت منه انه يجي يخطبها من دارهم، لانه كيجيو فيها الناس يخطبوها وكتردهم. وفعلا داك السيد وافق وما كانش عنده حتى شي مشكل، ولكن شرط عليها انه يجي بوحدو بلا عائله ديالو، وقال لها بغيت نصارحك قبل ما نجي للمغرب باش تشوفي واش هاد الشيء مسلكك ولا لا. قالها بانه مزوج بواحد السيده من العائله ديالو اللي ما كتولدش، وبغاها هي انها تكون الزوجه الثانيه، وما عندها نهائيا مناش تخاف، غيسكنها بوحدها في دارها وكيف ما كيصرف على الاولى ويتهلا فيها غيصرف حتى عليها هي وغادي يتهلا فيها. زائد انه ملي عرف الظروف ديالها بدا كيغري فيها بالفلوس، وتيقول لها باللي غادي يخصص واحد الصالير خاص للعائله ديالها وما غيخصهم حتى شي حاجه. فاطمه ما كانتش مقتنعه مزيان بالهضره ديالو، ومشات عودت لهذيك السيده اللي ساكنه معاها، عودت لها الهضره ديالو وقالت لها بانه مزوج وهادي وهادشي كامل اللي شرط عليها، وقالت لها بانه بغى يجي بوحدو، وقالت لها راه غيعطينا الصالير للعائله ديالي وهادشي صافي. السيده قنعتها وقالت لها باللي في السعوديه اصلا ماشي من حقه انه يتزوج بشي مواطنه اجنبيه الا اذا كانت الزوجه الاولى الاصل ديالها سعودي. صافي هي هذيك فاطمه ملي اقتنعت اتصلت بالام ديالها وقالت لها بانها العلاقه بواحد السعودي وبانه باغي يجي يخطبها، شرحت لها كل شيء، وقالت لها بانه مزوج من قبل، وقالت لها بانه غيصرف عليهم هو اللي غيتكلف بهم كاملين ماديا، ما
امها في الاول كانت رافضه، ولكن ملي عرفت باللي القضيه فيها الفلوس ما كانش عندها مشكل. فاطمه هضرات مع امها وقالت لها باللي ضروري خصهم يديروا شي اصلاحات للدار قبل ما يجي، خصوصا انهم غيديروا خطوبه وعقد في نفس الوقت. فاطمه سولت واش الزوجه الاولى ديالو موافقه لهذا الزواج، واكد لها بانه ما عندهاش نهائيا حتى شي مشكل، خصوصا انها ما كتولدش، فكانت باغا يتزوج بشي مره واحده اخرى باش حتى هو يدير وليداتو. صيفط لها الفلوس باش جهزت راسها وخدات داكشي اللي خصها وصبغت دارهم وفرشات. ومن بعد مده زيدان جا للمغرب بوحدو باش يخطب فاطمه من عند العائله ديالها، داروا خطوبه وعقد في نفس الوقت. امها كانت ما قدها فرحه، جاب لهم كاملين كادويات برعهم فلوس، والدهاز ديالها كلشي بقى حال فيه فمو. دوز معهم تقريبا لمده ديال شهر، سافر هو وفاطمه ودوزوا شهر العسل ديالهم، وكانت فرحانه ومرتاحه معاه. السيد كيبان ظريف، كيتعامل معاها زوين ومهلي فيها، واخا كان كبير عليها في السن ما كانتش كتحس بلي كاين بيناتهم شي فرق كبير. ملي سالت العطله ديالو وبغى يرجع للسعوديه، قال لها ملي وجدوا الوراق صافي غتلحق عليه للسعوديه غير بوحده في الطياره. وقبل ما يمشي للسعوديه كرا لها واحد الدار اللي تليق بها، دار كبيره وفي حي راقي، لان شاف داك السكن اللي كيسكنوا فيه هما واحد الدار اللي هي صغيره بزاف وماشي في ما عجباتوش. المهم وفي هاد الفتره هادي كان كيصرف عليها، كيخلص لها الكرا ويصرف عليها هي، وكيصرف حتى على العائله ديالها وعلى دارهم. ايوا واش غادي نقول لكم، طميمي عادية لمها قالت لها والو غير تلقي ديك الدار اللي كاريه وساكنه فيها غير وحدك، وخلينا نهزو الفلوس ديال الكرا ديالها وتعاونينا بها. يعني ما كفاها داك الشيء كامل اللي كتعطيها فاطمه واللي القيمه ديالو 3500 درهم شهريا، مع العلم انه في عام 2004 هاد 3500 درهم راه كانت كثيره في هذاك الوقت، بمعنى ان حياتهم تبدلت 180 درجه مقارنه مع كيفاش كانوا عايشين من قبل. وعاد زيد فاطمه صلحت لهم الدار وجهزتها لهم، وهي المسؤوله على خواتاتها وما مخصه لهم والو. هذا علاش فاطمه قررت انها اصلا دير حدود مع ماماها، وما بغاش تسكن معاهم كاع في الدار، لان امهم كانت فعلا قرزازه بزاف وكتجمع الفلوس، واللي دخلتها ما كتعاودش تخرجها ولا تبينها لولادها. هادشي علاش فاطمه قررت انها تعيش بوحدها مرتاحه، تاكل بالحريه ديالها وتشري اللي بغات، وتبقى بعيده على ماماها، تفيق الوقت اللي بغات وتنعس الوقت اللي بغات وتخرج الوقت اللي بغات، بلا داك الضغط اللي كانت معيشها فيه الام ديالها. وكتقول فاطمه باللي امها تبدلت بزاف من بعد ما مات الراجل ديالها، تبدلت بزاف ولات انسانه وحده اخرى، ولات معصبه وفيها الغوات، ولات قرزازه بزاف. واخا داكشي كامل فاطمه ما فرطتش في خوتها، وفعلا ولاو خوتها تيجيو عندها للدار بزاف، جوج مرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، كيفطروا وكيتغداو ويتعشاو معاها، كيباتوا معاها، وعاد ديك الساعات كيرجعوا لدارهم. وفاطمه كتخلي خوتها يجيو عندها بزاف، لان عارفه بان الام ديالها ما قيماش معاهم بالواجب نهائيا، وما مهلياش فيهم مره. هي هذيك فاطمه مره كتمشي للسوق وتقدا لهم وتوصل لهم تقديه حتى للدار، ولانها ما قادرش انها تعيش وحدها فكانت مسكنه معها اختها اللي صغار منها واللي الاسم ديالها زهره، وهي قريبه لها اصلا بزاف، وكانوا مفاهمين وكيعاودوا لبعضياتهم كلشي. ومن بعد المده ديال عام تقريبا فاطمه وجدوا لها الوريقات ديالها، ومشات تبعت راجلها للسعوديه، وكانت فرحانه بزاف. وصلت للمطار وجا راجلها تلقى لها في المطار وتلقى لها بالورد، وكان فرحان بها وداها للدار ديالها اللي عجبتها بزاف. كانت واحد الدار اللي زوينه زوينه بزاف، كانت كبيره وفي واحد الموقع اللي زوين بزاف، يعني واحد المستوى اللي ما عمر فاطمه توقعت انها تعيش فيه، لان عائلتها كانوا فقراء وما في حالهمش، ما عمرها حلمت انها تعيش في هذا المستوى. فعلا ما كانتش كتوقع انها غادي تتزوج بشي واحد من هذا المستوى هذا، زائد انها كانت عاديه وباين فيها تكرفيس ديال الخدمه وقلت شي. المهم الزوج ديالها كان كيبات معاها هي ليلى، وليلى مع مراته الاولى، وما عرفهمش نهائيا على بعضياتهم هي والمراه ديالو الاولى، ولا حتى ما تلاقاتش حتى مع العائله ديالو، ولكن كان كيتعامل معاها مزيان، مرتاحه معاه مزيان، وشهريا كان كيصيفط لعائلتها الفلوس. فاطمه كانت فرحانه وكتقول اخيرا الدنيا ضحكت ليا. ومن بعد 6 شهور فاطمه غادي تكتشف بانها حامله، وهنا زيدان قرر انه يقدمها للعائله ديالو ويعرفها حتى على مراته الاولى، حسب ما كتقول فاطمه بانهم تعاملوا معها مزيان، تعاملوا معها زوين
استقبلوها بطريقه اللي زوينه وكبروا بها، وما كانتش متوقعه نهائيا انهم غادي يستقبلوها بهذيك الطريقه. كانت خايفه، وحتى الفتره اللي كانت كتوحم وكانت حامله دائما كيتصلوا بها، شنو بغيتي، شنو خصك، شنو بغيتي نجيبو لك، واش مشى هي شي حاجه. والام ديالو كانت تقريبا يوميا كطيب وتصيفط لها، كتصيفط لها الغداء، تصيفط لها اي حاجه تشهاتها، خصوصا ملي عرفت بان فاطمه ملي كتشم الماكله ما كتقدرش انها تاكلها. وللاشاره فاطمه راه كان عندها جوج ديال الخدامات في الدار، يعني كانت عايشه حياه الرفاهيه ومرتاحه في حياتها ومرتاحه مزيان في حياتها. دازت فتره ديال الحمل على احسن ما يرام، كل شيء كان غادي مزيان. وملي قربت انها تولد طلبات منه انه يجيب لها اختها الصغيره، اختها اللي صغر منها اللي قلت لكم سميتها زهره، باش تجلس معاها وتقابلها، وهكذا يكون معها شي واحد من العائله ديالها. وهي الصراحه ما طلبتش الام ديالها، لان كيف ما كتعرفوا الام ديال فاطمه كانت واحد الانسان اللي بخيله وما كتعرفش تعامل وما كتعرفش حتى تهضر، فكانت خايفه انها تخلق لها شي مشكل مع راجلها ولا مع العائله ديالو. واخا ماماها ما عجبهاش الحال وتقلقات، خصوصا ملي عرفت بان فاطمه طلبت اختها وماشي هي، ولكن قنعتها باللي ما يمكنش لها انها تجي وتخلي خوتها اللي مازالين صغار بوحدهم. المهم فاطمه سهل عليها الله وولدات واحد الوليد اللي سماته سلمان. راجلها كان غيطير بالفرحه، ما قداتو فرحه، لانه سنين وهو مزوج وكما كتعرفوا راه فات الخمسينات في العمر ديالو وما عطاش الله وليدات، وحتى الام ديالو والعائله ديالو كلشي كان فرحان لانه هو الراجل الوحيد في العائله ديالو، وكان عنده غير خواتاتو بنات، يعني كان ضروري انه يولد شي وليد باش السلاله ديالهم تستمر. كلشي كان فرحان الا مراتو الاولى، كانت باينه عليها انها مقلقه وكيبان باللي ما عجبهاش الحال، لان الاهتمام كامل تركز على فاطمه، وداروا واحد الاسبوع اللي كبير بزاف، عرضوا فيه على العائله كامله، وزيدا كان مفتخر انه تزاد عنده وليد. ومن بعد شهرين على الولاده زهره اختها رجعت للمغرب، وبحكم ان الفيزا ديالها سالت، زيدا في واحد النهار جا عند فاطمه وقال لها بان الام ديالو واخواتاته ومراته الاولى اللي من العائله ديالهم اتفقوا باش مره تخلي لهم سلمان. سولته كيفاش، قال لها غتبقي تصيفطي ليها مره جوج المرات في الاسبوع ولا ثلاثه، يبقى معها شي 4 ساعات وديك الساعه يرجع عندك. فاطمه في الاول كانت رافضه الفكره نهائيا، وما قدرتش انها تبعد على ولدها، وفي نفس الوقت كانت خايفه عليه، ولكن الزوج ديالها حطها امام الامر الواقع، قال لها لا ضروري الولد يمشي لعند الزوجه الاولى وعند العائله ديالو، مو باش يعرفهم ويتربى معاهم، حتى هما راه ولدهم. هنا فاطمه هضرات مع امها ومع ديك السيده اللي كانت ساكنه معها في اكادير، بحكم انه بقات بيناتهم واحد العلاقه طيبه، وكانت دائما كتشاور معها في بزاف الامور، لان فعلا كانت كتعتبرها بحال ماماها. فعلا نصحات هذيك المراه انها تحمي راسها مع الموجه حتى تبرد الوقت، قالت لها غير صيفطيه ليها، راه الدراري الصغار فيهم صداع ملي تقنت منه وغتعيا منه وغتقول لك صافي ما تبقيش تصيفطيه لي، واصلا راه ما غاديش تقدر انها تضر ولا تاديه، لانه غادي تخاف من الزوج ديالها. وفي هاد الوقيته هادي حتى انت عطاها الله عندك ما يدار، تهلاي في راسك وعطي راسك الراحه. المهم في الاخير فاطمه اقتنعت وفعلا ولدها سلمان ولات دائما كتصيفطو عند المراه الاولى. والمشكل اللي وقع هو انها ولات كتعطي ولات كتعطيهم الولد من الصباح، كيديه راجلها في الصباح وما كيجيبو لها حتى الليل، كان قالها في الاول غير ساعتين ولا 4 ساعات، ولكن ولا كيديه من الصباح حتى الليل. اكيد ان فاطمه هنا ما عجبهاش الحال، لانها ما كانتش كتبغي ولدها يبعد عليها بزاف، الدري كان مازال صغير، وهذه هي كانت كترضعو الرضاعه الطبيعيه، فوق لها مشاكل بزاف بسبب هذا الشيء، حتى ولات مرضات بالعصب، لان ولدها ما كانش كيجلس معها مده طويله، ولا كيولف على ديك العائله ودوك الناس كتر منها هي، واصلا حتى الحليب نشف منها. هضرات مع راجلها قالت له راه ما بقيتش كنرضع الولد، راه الحليب نشف. هضرات مع راجلها في هذا الموضوع بزاف ديال المرات وحاولت انها تقنعه، ولكن هو ما كانش مسوق ليها، ونوعا ما حتى المعامله ديالو تبدلات معها. واخا هاد المشاكل كامله فاطمه تاقلمت مع الوضع وحاولت انها تحني راسها، لانها في بلاد الغربه وما كاين حتى شي واحد من العائله ديالها، زائد ان راجلها زيدان فضلوا عليها كثير، هو اللي عتقها من الفقر
ويعتق ليها حتى العائلة ديالها، لأن أصلا هو اللي كيصرف عليهم كاملين، ومعيشها واحد الحياة اللي ما عمرها كانت كتحلم بها. هي هذيك بقات الأيام غادية حتى وصل ولدها سلمان العام الثاني ديالو، وصل العامين. الزوج ديالها هنا طلب منها أنها تحيد مانع الحمل باش تزيد تولد ليه مرة أخرى، وفاطمة ما كان عندها حتى شي مشكل، ولكن ما عطاهاش الله. بقات كتسنى فترة ولكن ما كاين والو. وفي هذه الفترة هذه كانوا بيناتهم مشاكل كثيرة، بحكم أنه كان باغيها تولد ولاد أخرين، وملي شاف بأنها ما كتولدش بحال اللي ما عجبوش الحال. فاطمة كانت متأكدة بأن زيدان تزوج بها غير باش تولد ليه الولاد، وبأنه كان كيتعامل معها بديك الطريقة غير باش يثبتها ويخليها تثيق فيه، وهذا الشيء خلاها تبعد منه، والعلاقة ديالهم ما بقاتش كيف كانت من قبل. واحد النهار فاطمة اتصلت بها لوستها اللي هي خت راجلها، وقالت لها باللي دايرة شي وليمة وعارضة على العائلة كاملة، وطلبت منها أنها تصيفط لها الخدامات ديالها بجوج، مع العلم أن خت راجلها كانت ميسورة وكان عندها 4 ديال الخدامات. المهم خت راجلها كانت مزوجة بواحد لاباس عليه، وكيف ما قلت لكم عندها 4 الخدامات، ولكن هي أكدت على فاطمة بأنها محتاجة اللي يعاونها بحكم أن الناس اللي جايين كانوا كتار. فعلا فاطمة صيفطت لها العاملات مساعدة ديالها بجوج باش يعاونوا في هذاك النهار، وبقات جالسة بوحدها في الدار غير هي وولدها اللي في الدار. زائد أنه ذاك النهار راجلها كانت عنده النوبة ديال أنه يمشي عند مرات الأولى. ملي وصلت 11 ديال الليل فاطمة طلعت لبيتها باش تنعس هي وولدها، ومع جويه ديك الجوج فاطمة كانت ناعسة حتى كتسمع الغوات في الدار. نزلت كتجري بحوايج الناس باش تشوف شنو واقع، وكانت مخلوعة بزاف لأنه في ذاك النهار كانت غير وحدها في الدار، حتى كتفاجأ براجلها كيغوت، وكان الشيفور ديالهم لابس غير واحد الشورت وفوسط دارها، وراجلها كيضرب فيه. ما فهمت والو، ما فهمت شنو واقع. سولت راجلها قالت له شنو هاد الشيء كاين ليك لاباس. راجلها هنا كيتهمها في شرفها، وقال لها بأنه هي داخلة في علاقة مع الشيفور ديالهم اللي الأصل ديالو هندي من الهند. فاطمة ما فهمت حتى حاجة، ما فهمت والو، ما عرفت باش تبلات هاد الباطل هذا منين نزل عليها. بدات كتبكي وكتقول له شنو كتخربق انت، انا راني كنت ناسة، انا ولدي الفوق وحتى شي واحد ما كان عندي في الدار. ولكن راجلها صدمها وقال لها بانه لقى الشيفور واقف في الكوزينة وهو لابس غير شورت وعريان من الفوق، يعني باين باللي وقعت بيناتهم شي علاقة. فاطمة بدات كتبكي وتحلف ليه وحاولت انها تقنعه بلي هاد الشيء ما كاينش، وبانه هي كاع ما عرفت اصلا بان الشيفور راه داخل الدار، ولكن رجلها ما تيقهاش نهائيا، وقالها بانه ما يمكنش ان هاد الشيفور يدخل الا اذا كنتي انت حليتي ليه الباب، لان هاد الشيفور ديالهم ما كانش عنده الساروت ديال الفيلا نهائيا، وكان اصلا كيسكن في واحد الشقه مع صحابه اللي هي بعيده على المنطقه ديالهم. رجلها كان داخل في واحد الحاله هستيريا، وكيبان باللي بصح متيق بانها خائنه، وما حاولش نهائيا انه يسمع لها. اتصل بمو خواتاته وطلب منهم يجيو ديك الساعة عنده للدار، وقال لهم بأنه حصل مراته وهي كتخونه، وبأنه غيمشي يقدم بلاغ عند البوليس. ولكن هنا الأم ديالو حبساتو وقالت لي غتشوه السمعة ديال العائلة، من الأحسن نشوفو شي حل آخر، وحتى واحد ما يسيق الخبر لهاد الفضيحة. قالت له غنشدو هاد الشيفور نصيفطوه للبلاد ديالو، نرحلوه لبلادو، وحتى هي غترجع بزز منها لبلادها، وإلا غنصيفطوها للبوليس وغتدخل الحبس. واكيد هنا فاطمه غتختار انها تمشي بلا شوها وبلا فضيحه لبلادها. كلشي بدا كيسب فيها ويعايرها، وحتى شي واحد ما بغى يسمع لها نهائيا ولا يسول اصلا شنو وقع. فاطمه الحاجه الوحيده اللي كانت متاكده منها انهم كانوا دايرين لها خطه، مع العلم باللي راجلها باين عليه لا علاقه له بهذا الشيء، لان الحاله ديالو اللي كان واصل لها كتبين بان السيد فعلا متيق بان مراته خانته. فاطمه حاولت انها تهضر مع امه، باست لها رجليها، طلباتها شرحت لها الوضع، ولكن ما بغاتش تسمع ليها وطعناتها في شرفها، وقالت لها بانها هي اصلا ماشي في المستوى ديالهم، وباللي زيدان نهار الاول جابها غير باش تولد لي. حطوها امام الامر الواقع وخيروها، يا اما غنديوك للبوليس وانت متلبسه بتهمه الخيانه، يا اما غتجمعي حوايجك وغترجعي لبلادك. من بعد طبعا ما يطلقك زيدان وما تطلبي حتى شي حاجه من حقوقك الشرعيه، وحتى ولدك ما عمرك تحلمي انك شي نهار تشوفيه ولا تسولي عليه. فاطمه تلفات وما عرفت ما دير،
سولت على راسها وعرفت باللي الخيانة غتمشي فيها سنوات وغادي يكون ممنوع عليها أنها تشوف ولدها. إذا في كل الأحوال غيتمنى عليها ولدها. قالت لها ما نرجع لبلادي، لأنها كانت عارفة أنه إلا دخلت الحبس بتهمة الخيانة الزوجية محال واش تبقى تخرج منها حتى تشرف، وهذا تحرم من الزيارة ديال ولدها وما عمرها غتشوفه. هي هذيك طلقها زيدان، جمعت حوايجها، ما عطاها حتى شي ريال من غير أنه قطع ليها البي ديال الطيارة فقط، وحتى الذهب اللي كان كيشري ليها من قبل فاش كانوا مزوجين حيدو ليها كامل قبل ما تمشي. في حالها أخته الصغيرة واللي كان عندها 44 عام جات عند فاطمة وهضرت معها وبدات كتبكي وطلبت منها السماحة وقالت لها أنا ما دخلاش معهم في هذا الشيء. سولتها فاطمة شنو وقع، قالت لها ما نقدرش نعاود لك، وعطاتها شي حاجة ديال الذهب وعطاتها الفلوس وقالت لها هذا الشيء بقى بيناتنا. وهنا فاطمة تأكدت بأنهم هما اللي خطوا لهذا الشيء كامل وعطاو الفلوس لهذاك الهندي باش أنه يدير معهم هاد المؤامرة، وأكيد خدا فيها فلوس كتيرة. وولدها غيكبر ما بين باه زيدان ومراته الأولى، وغالبا كانت هذه هي الخطة ديالهم من النهار الأول. فاطمة رجعت لدارهم وهي ما كتكسب ما كتعلم سوى ديك البركة الفلوس والذهب اللي عطاتها ليها خت راجلها. ملي رجعت للدار جاتها واحد الحالة ديال الاكتئاب وما قدرتش تقبل هاد الشيء هذا اللي وقع لها، ولا حتى المستوى ديال العيش اللي ولات فيه. ما قدرتش تعيش في دارهم اللي قالت بأنها كان فيها غير 40 متر والعدد ديالهم كان كبير. سيدة ولفات بحياة الرفاهية والخدم، واللي كان فاقسها بزاف هو الفراق ديال ولدها، وحتى امها ما كانتش كتعامل معاها مزيان، مع العلم ان هاد المده كامله وهي كانت كتصيفط لها الفلوس. اقترحت على الام ديالها انها تعطيها شي فلوس من داكشي اللي كانت كتجمع، وكيف ما قلت لكم من قبل الام ديالها بخيله بزاف، كانت الفلوس اللي دخلتها ما كتعاودش تخرجها نهائيا. طلبات من ماماها انها تعاون معاها باش يفتحوا شي مشروع ويخدموا فيه هي وخواتاتها باش يقدروا انهم يتحولوا من داك الدار اللي انها كانت ضيقه عليهم بزاف. امها ما بغاتش وقالت لها بانها ما جمعها والو. السيده مسحت السما بليقا، ما بغاتش تعاون مع بنتها نهائيا. المهم فاطمه كانت اصلا عارفه. فاطمه مشات بعد داك الذهب وخدات ديك الفلوس اللي عطاتها الاخت ديال الطليق ديالها، وكرات واحد المحل وتعاونت هي واختها زهره وواحد اختهم وحده اخرى، ولاو كيديروا في المسمن والحرشه والخبز. داروا كليان ديالهم بحكم انه تبارك الله كانوا كيطيبوا مزيان، وتعرفوا في هذيك المنطقه اللي فتحوا فيها هذا المحل، وكانوا نوعا ما مرتاحين ماديا. كراو واحد الدار اللي هي كانت احسن من هذيك الدار القديمه ديالهم وكبيره عليها. والمهم من هذا الشيء كامل هو ان الام ديالهم ما عاونتهم بوالو. فاطمه مسكينه كانت محروقه على ولدها اللي تحرمت منه من نهار جات من السعوديه وما عمرها بقات شافته ولا عندها شي خبر عليه. كانوا كيجيو يخطبوا فيها بزاف ديال الناس ولكن ما كانتش كتبغي، ما قدرتش انها تبدا حياه جديده حتى وصلت لعمر ديال 35 سنه. تلاقت مع واحد السيد اللي كان معقول بزاف وكان ظريف خدام على قد الحال، تزوجت به ورزقها الله بوليدات اخرين مع هذا السيد اللي هو الله يعمرها دار. كان مهلي فيها وكان معاها مزيان، ولكن ما عمرها قدرت انها تنسى ولدها سلمان. كتمنى انها تشوفه ولو غير مره واحده في حياتها، ما تعرف غير كيفاش ولا، اش كيشبه لها، شنو دار في حياته، واش مرتاح، واش مهلي فيه باه. ما عمرها ما حطت راسها فوق المخده ولو غير نهار واحد بلا ما تفكر فيه. هادشي علاش فاطمه قررت انها تحكي القصه ديالها باش تكون عبره للبنات انهم يردوا البال ويعرفوا راسهم فين يحطوا رجليهم، وما عمرهم يثيقوا وما عمرهم يديروا الثقه، وخصوصا الا مشاو لشي بلاد غريبه عليهم يحضيو من جنابهم ويردوا بالهم مزيان، وخصوصا حتى من دوك الناس اللي كيتعاملوا معاهم، لانه في بلاد الغربه ما كايناش الثقه. فعلا كاينين بنات اللي مزوجين بسعوديين واماراتيين رجال من جنسيات اخرى ومرتاحين معاهم ومهلين فيهم، ولكن في الجانب الاخر كاينين بنات اللي وقعوا لهم مشاكل. هادشي علاش فاطمه قررت انها تحكي القصه ديالها للعبره، ودعواتكم معاها انها يجي شي نهار اللي تلاقى مع ولدها وتفرح به. هنا كتسالي القصه ديالنا، وللاشاره انا دائما كنفضل انني نحط اسماء الشخصيات يكونوا اسماء مستعاره. والسلام عليكم.